سنة تالتة إعدادي Prep3 نبدأ مع بعض نكمل Lesson 2. إحنا كنا المرة اللي فاتت اتكلمنا على Data Type وتعرفنا عليها، وبعد ما تعرفنا على Data Type اللي موجودة أخذنا الـ Variable وتعرفنا إزاي نعمل Declare الـ Variable عن طريق الأمر Dem Keyword، لأكثر من variable وخدنا الـ rules قواعد تسمية أسماء متغيرات. وبالفعل الانترفيس اللي موجودة قدامنا دي قدرنا نعمل لها declare الـ variable. أفكركم بيها تاني، احنا نفتح برنامج الـ visual basic اهو، ماشي، هي دي الانترفيس، name والـ first date والـ gender والـ number of family والنيم جنبها التكست والبيرث ديت والجندر، فيها الراديو باترون اذا كان ميل او فيميل، والنمبر اوف فاميلي القيمه اللي انا حطاها. كنا المره اللي فاتت دخلنا دبل كليك على الريكورد ودخلت قمنا عاملين ديكلير ديم نيم از سترينج. ليه سترينج؟ لان السترينج هو اللي خزن لي حروف كتيره، لان احنا قلنا الكاركتر داتا تايب نوعين، string وchar. char to store a single character، string to store two billion characters. وعشان كده ماجي اعمل declare the variable هيخزن اسماء اختاروا نوع string حرفي والحروف توصل لtwo billion characters. عاوز الfirst date اقوله now dem. لو قلت له first مسافة date هتبقى غلط كاسم variable name، لان variable name ما فيش فيه لا space ولا symbols. طب والحل؟ تكتب pers underscore date، تكتب b date عادي فيش فيها مشكلة، ماشي، as ونقول first date هخزن فيها تواريخ، وال data type الوحيد اللي بتسمح لي بالكلام اللي هي ال date. بعديها الجندر، قلنا قبل كده ان الجندر بيتخزن له ميل اور فيميل، وقلنا الداتا تايب الوحيد اللي بيسمح بده هو البولم اللي بيسمح بالترو اور فولس. ليه ترو اور فولس؟ ترو اور يا يا لا، يا ميل يا فيميل. فممكن نقول له في حاله الترو يبقى ده ميل، في حاله الفولس يبقى ده فيميل. هفهمها لكم بعد شويه. دم جندر as polyp، اوكي انتر، وبعديها فوق هنا هو شايفين الثاني underline ازاي، لان في حاجه احنا زودناها. ايوه d i m. ركزوا هنا حبايبي دايما وانتوا بتكتبوا الاكواد، الريسيرفد ووردز اللي هي الاوامر الخاصه بلغه الفيجوال بيزك بيبقى لونها باللون الازرق. احنا عاوزين الـ number of family، يعني ممكن اقول له هنا هوت them family as هنا هوت، ممكن نخليه byte. ليه خليته byte؟ لان يعني number of family عدد افراد الاسرة هو الـ number، وعددهم هيبقى 10 20 30 يعني مفيش، والـ البايت ده ممكن يستوعب لحد 255. اوكي يا جماعه، طيب بعد ما خلصنا وعملنا الديكلير اللي موجود عندنا، هي قريبه من اللي معموله في الكتاب بس انا سهلتها شويه، يعني ديم نيم، ديم بيرث ديت، ديم جندر، ديم فاميلي، ويكمل ده. تعالوا بعد كده ناخد الاسايمنت ستيتمنت. الاسايمنت ستيتمنت اللي هي جمله تخصيص قيمه داخل فاريبل. احنا هنا يا جماعة قدرنا ننشئ اربعة فاريبل، واحد اسم name، واحد اسم first name، واحد اسم gender، واحد اسم number of family، وحددنا البيانات اللي هتدخل فيهم. لكن هل دخلنا بيانات؟ لا. طب ايه اللي يقدر يدخل لي البيانات داخل الفاريبل دي؟ جملة التخصيص اللي اسمها assignment statement. عاوزك تعرف ان assignment statement consists of two sides. دايما بتتكون الجملة بتاعت الـ assignment statement من two sides، ودي شرح ليها ببساطة. الـ left side بتحط فيه variable or property، والـ assignment operator دي اوعى تنساها equal، عشان كده لما يجي
يجي لك في الامتحان يقول لك الاسايمنت اوبريتور ايه هي، تقول له الايكوال على طول. الرايت سايد ممكن تبقى ابستراكت فاليو، فاليو فروم فاريبل، بروبرتي فاليو فروم ان اكسبريشن. واعرف لكم الاربعه دول الوقت ازاي بيتم انشاء. يبقى هنا عرفنا الاسايمنت ستيتمنت بتبقى تو سايد، ليفت سايد بيبقى فيها الفاليو والبروبرتي، والرايت سايد بيبقى فيها الابستراكت والفاليو والبروبرتي والفاليو فروم ان اكسبريشن. ولازم دول تركز عليهم، لانه جاب في مره سؤال من الاسئله قال لك في الرايت سايد ايه اللي بيكون موجود، علشان انت تذكر بقى الابستراكت فاليو والفاليو فروم فاريبل والبروبرتي والفاليو فروم ان اكسبريشن. تعالوا ناخد اول اكزامبلز. ادي الاكزامبل الاولاني اسايمنت اكزامبل. Dim number as integer يعني معناها ان اعلن لي عن متغير اسمه number والديتا تايب اللي هتخزن فيه نوعها integer. ركزوا بقى في الكلمة اللي انا هقولها لكم. هنا احنا مرينا بخطوتين. الخطوة الاولانية طالما بدأت بالdim نقول عليها declare اعلان. الخطوة الثانية طالما في النص في equal وفيه left side و right side، افتكر على طول ان دي جملة الـ assignment statement. اقولها تاني، افتكر ان الجملة دي جملة الـ assignment statement، لان هيجي لك في وقت من الاوقات يجيب لك مجموعة اكواد ويقول لك فين الـ declare وفين الـ assignment. خليك ذكي، اول ما تلاقي حاجة بتبدأ بحرف الدم يبقى ده الـ declare، اول ما تلاقي حاجة في نصها equal وفيها left side وright side يبقى دي على طول الـ assignment statement. احنا مش كنا من شوية هنا قلنا ان الـ right side ده بيبقى فيه الاربع حاجات دول، value from variable اهو، ادي value from variable، ادي الـ variable وادي الـ value، صورة مباشرة على طول. طيب تعالوا بعد كده نشوف هنا بيقول لي dim number 1 as integer، dim number 2 as integer. ركزوا، احنا عملنا declare لـ number 1 وdeclare للـ variable اللي اسمه number 2 والاثنين نوعهم integer. هنا بقى جملة الـ assignment statement، قلت له number 1 equal 5 يعني معناها المخزن بتاع number 1 خزن لي فيه الـ value 5. تشوف اللي بعد كده بقى هي دي اللي احنا بنسميها الـ abstract value. مش جينا من شوية هنا قلنا ان الـ right side بيبقى فيه abstract value؟ هي دي الـ abstract value. بقول له هنا ايه بقى؟ ان number 2 equal number 1. طب ليه يا مستر ايمن قالها كده؟ اقول لكم حبايبي ليه قالها كده. انا قلت له نرجع لورا شويه، number 1 equal 5 ونمبر 2 equal number 1 يبقى number 2 5. طب هو ليه جابها كده؟ ما قالش number 1 و5 ونمبر 2 5؟ لان في الحركه بتاعت الابستراكت فاليو دي معناها ان لو تم تغيير المخزن بتاع number 1 قيمة number 2 هتتغير اوتوماتيك. اقول تاني، يعني انا لو number 2 اتخزن فيها 20، number 1 اتخزن فيها 20، number 2 اوتوماتيكلي هيبقى فيها 20. ده اللي احنا بنسميها abstract value. خلاص؟ وهنا ممكن يجيب لك كود زي ده ويسالك فيه، يقول لك قول لي number 2 ايكوال ايه؟ اللي بعده. دي بقى بنقول له الدم نيم از سترينج، يعني علمني على الفاليو اسم نيم والديتا تايب نوعها سترينج، بس هنا انا خدت الفاليو عن طريق البروبرتي. يعني بقول له قيمه النيم هتلاقي فيه ليبل 1 ماشي، في تكست، خد لي التكست اللي موجود في ليبل 1 ده وخزنه لي في النيم. او ممكن اقول له كده تكست بوكس 1 دوت تكست، يعني القيمه اللي موجوده في التكست بوكس 1 خدها خزنها لي في النيم، ودي عملية تخزين قيمة داخل الـ variable. اوكي؟ طيب اللي بعده، دي كلها جمل assignment statement. هنا بقول له dim number as single، يعني الإعلان عن متغير اسمه number والـ data type نوعها single. number equals 7. وبعدين أرجع وأقول له إن قيمة الـ number الجديدة بتساوي قيمة الـ number القديمة اللي هي 7 divided 3. هو عاوز يوصل لك يعني ان لو القيمه بتاعت نمبر دي اتغيرت 8 9 10، اي رقم اتحط هنا هيتعمل له ديفايد على كام؟ على 3.
بس ركز بقى في السؤال بتاع الامتحانات. الريزلت اللي هتظهر هنا 2.33 لانها decimal point. الريزلت هيطلع decimal point لان الداتا تايب نوع سنجل والسنجل نون انتجر. طيب ركز معايا كده، لو قلت لك ديم نمبر از بايت، البايت ما بيخزنش اللي هو النمبر، يبقى الريزلت هيطلع كام؟ ها ركز، الريزلت هيطلع كام؟ هيطلع 2. طب ليه 2؟ لان البايت ما بيخزنش اللي هو النمبر، فاي ديسمال هيلغيه خالص، مش هيخزن جواه الا هو النمبر. نرجع تاني ونقولها ديم نمبر از سنجل، الشيء اللي فاريبل اسمه نو سنجل، بيخزن هول وديسمال، والنمبر فيها 7، وقيمة النمبر ده هي اللي هي 7 نقسمها لي على 3 عشان تطلع الريزلت. لحد دلوقتي احنا بناخد مرحلة ديكلير ومرحلة اسايمنت. اعرفها منين؟ الديكلير بتبدأ بالتاب، الاسايمنت بيبقى فيها ايكوال، اهو بتبقى علامة الايكوال اللي موجودة. طب ما نيجي نريح نفسنا، هل نقدر نعمل الديكلير والاسايمنت في سطر واحد؟ اه. ديف نمبر از سنجل ايكوال 5.6، الجملة دي خليتها لكم في سطر واحد، بدل ما يبقى فيها ديكلير ويبقى فيها اسايمنت، لا خلينا الديكلير والاسايمنت كله وان لاين. طيب لو ما كانش كنا قلنا ايه؟ كنا قلنا ديف نمبر از سنجل، وبعدين في السطر الثاني اقول له النمبر ايكوال 5.6. على كده اللي فات ده كله نقدر نخليه في وان لاين؟ اه طبعا. ممكن اقول له ديم نمبر از انتجر ايكوال 5 على طول. هنا ديم نمبر 1 از انتجر ايكوال 5، ديم نمبر 2 از انتجر ايكوال نمبر 1 مره واحده. هنا اهو ديم نيم از سترينج ايكوال ليبل 1 دوت تكست. وهنا كمان ممكن اقول له ديم نمبر از سنجل ايكوال 7 اوفر 3. يبقى احنا كده اتعلمنا جمل الاسايمنت ستيتمنت. بعد ما اتعلمت جملة الاسايمنت ستيتمنت، يلا بينا نعمل الاساينينج فاليوز تو فاريبل للكود اللي احنا كنا كاتبينه من شوية. ادي الكود اللي موجود اهو، ويلا بينا نشوف هو عمل ايه. هنا ركز معايا، احنا ده ديكلير وده الاسايمنت، عرفت منين انه اسايمنت؟ اهو ركزوا معايا، في ايكوال في ايكوال في ايكوال في ايكوال اهو. يبقى انت كده عرفت ان الجمل دي، الكتله دي كلها جمله الاسايمنت او جمل الاسايمنت، ودي اللي هي ديكلير. ديم نيم از سترينج، وبعدين اقول له نيم ايكوال تكست بوكس 1 دوت تكست. يعني ايه يا مستر ايمن اشرحها لنا؟ تعالوا الاكواد وانا اشرحها لكم بصوره سهله. مش واخدين بالنا هنا ان الفاريبل دي في جرين ويف، خط اخضر كده ماشي، معناه ان الفاريبل ده ما تعملوش اساينينج، ما دخلتلوش قيمه، فعشان كده يديك الجرين ويف اللي تحت ده. طيب تعالوا يلا نبدا هنا، هقول له النيم اهو، ده النيم ايكوال. طب قيمه النيم اجيبها منين؟ تعالوا نرجع كده للانترفيس. مش انت محتاج ان الاسم اللي يدخل داخل التكست بوكس ده اهو كتكست يتخزن في النيم؟ خليك ذكي، قول له ايه بقى؟ نيم ايكوال، نرجع للكود ده، نيم ايكوال تكست بوكس 1 دوت تكست. دي معناها انتر. معناها هنا ايه يا جماعه؟ ان القيمه اللي هتخزن داخل التكست بوكس 1 كتكست أول ما تدخل خزنها لي في النيم. مش واخدين بالكم أول ما عملنا جملة الأسايمنت الجرين ويف اتشال من على النيم؟ ده معناه إن خلاص كده اتعمل للفاريبل ده ديكلير واتعمل له الأسايمنت ستيتمنت. انتر. الفيرست ديت أهو. أي ديت إيكوال تكست بوكس 2 dot text. Enter. لاحظوا هنا شال الجرين ويف، معناه ان تم عمل الديكلير، تم عمل الاسايمنت للفيرست ديت، يعني
يعني ما يدخل داخل التكست بوكس 2 هزيته ريفرنس ستيت. عاوزين بقى الجندر. الجندر هنا لازم نعمل لها اف. يعني ايه نعمل لها اف؟ ايه يا حبيبي؟ هقوله هنا اف راديو باتن 1 دوت شيكت، يعني لو حد علم على راديو باتن 1 ماشي equal true ماشي. اقول تاني then الجندر equal true. طب ليه مستر ايمن هنا هي دي اللي احنا بنقول عليها يا جماعه؟ يعني معناها ان انا عاوز اوصل لك ان هو ان الجندر لو عملنا كليك للراديو باتن واخترنا الميل هيبقى القيمه true، لو ما كانش هتبقى false. طيب تعالوا نشوفها كده ونعملها. هاجي هنا اهو وناسخ الكود اهو وهفهمكم دلوقتي. هاجي هنا اهو if radio pattern 1 dot checked equal true ماشي then الجندر then gender equal true else لو ما كانش بقى الجندر equal false ماشي. يعني معناها بقول له ايه بقى؟ لو حد اختار ال راديو باتر 1 يبقى الشخص ده اختار الميل، لو ما كانش يبقى اختار الفيميل. لسه لي كمان حاجه اخيره، فاكرين الفاميلي؟ فاميلي ايكوال تكست بوكس 3 دوت تكست. بكده عملنا شايفين هنا ما عادش جرين ويف، يبقى كده احنا الاربعه دول عملنا لهم الديكلير كلها بالكامل. ماشي يا جماعة؟ يبقى أنا عندي هنا else خلاص خلصناها if then else وهنا هوت أقول له كده هوت and if. أيوه بالظبط كده. طالما بدأنا الكود ب if لازم ينتهي ب end if، لأن دي كلها ماشي بشرط. لو راديو باتن 1 اتحدد يبقى كده ترو، يبقى الشخص ده ميل، ما كانش يبقى الشخص ده في ميل. ماشي. بعد ما خلصنا واتعرفنا على الحاجات دي دلوقتي نقدر نشغل وبقى عندنا برنامج. اقول له ستارت واجي هنا وادخل بقى ايمن المرسي مثلا اهو والبيرث ديت اهو 1974 وبعدين ميل وبعدين النمبر اوف فاميلي 5 ريكورد. خلي بالكم هنا بالفعل تم فتح 4 فاريبل في الذاكره وتخزين القيم دي فيه. ايمن المرسي 24/1/1974 ميل ونمبر اوف فاميلي 5، بس انت ما شفتهاش لان الكلام ده حصل في الميموري. تم انشاء مخازن اربعه، مخزن باسم نيم، مخزن باسم بيرثدي، مخزن باسم جندر، مخزن باسم نمبر اوف فاميلي. المخزن الاولاني اتخزن فيه ايمن المرسي، المخزن الثاني اتخزن فيه بيرثدي، المخزن الثالث اتخزن فيه ترو اللي هي ميل، والمخزن الرابع تخزن فيها number of family. وعلشان تقدر تشوف الكلام ده بعينك تعالى وانا اقول لك هنعمل ايه. احنا بعد ما خلصنا ده بيقول لي هنا using variable مش كل الكلام ده احنا عملنا له، بيقول لي انك انت علشان تشوف الكلام ده exercise using variable add the control label after adjusting its property as shown. يعني حط لي هنا اهو ليبل 5، والليبل 5 ده خلي خصائصه كالتالي
الاوتو سايز بتاعها فوق والسايز واللوكيشن زي ما هو موجود هنا خليه في الجنب والبوردر ستايل خليها فيكسد سنتر. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. هاجي في الجنب هنا اهو واجيب ليبل 5 ليبل 5 هنيجي هنا اهو للاوتو سايز ونخليها فولس عشان بس نقدر نكبره زي ما احنا عاوزين كده هو ده اللي يقصده وكمان نكبر الفونت كمان عشان الريزلت تتعرض عندنا معانا للفونت نخليها هنا اهو 18 زي ما احنا الباقي كله عاوز كمان البوردر ستايل يبقى فيكسد بس مش هتفرق معانا يعني البوردر ستايل ولا اي حاجة مش بس هنجيبها ادي البوردر ستايل بدل ما خليه هنا هو فيكسد ده اللي هو احنا عاوزين بقى نكتب الكود اللي يمكننا اول ما نضغط ريكورد يخزن في الميموري ويظهر لي الريزلت هنا عشان انت تشوفها بعينك. طب الكود ده نعمله ازاي؟ تعالى نشوف الكود ده نعمله ازاي. هو ده الكود هقول له me.label5.txt equal وابدأ بقى اكتب اسماء الفاريبل اللي موجودة بفاصل للكود ده اللي هو mvbcrlfn ده ايه ده بقى؟ هقول لكم ده بيعمل ايه الوقت اهو؟ ده بيعمل لي create a new line يعني يطلع لي name وانتر سطر جديد ويطلع لي البيرسنج ديت وسطر جديد ويطالي الجندر وسطر جديد ويطالي number of family يعني معناه عشان يطالي القيم داخل الليبل ده تحت بعضها اوضحها لكم الوقت اهو في الكود على طول. يلا بينا ندخل هنا اهو واجي هنا اهو واقول له كده اهو me label 5 text name and ركز معايا انت اهو VPCRLF okay and وهتعرف ال and لازمتها ايه وال VPCRLF لازمته ايه. بعديها هناخد ال first date خلاص ونفس الكود هو اكرر ال VPCRLF اكتر من مرة اهو ادي ال VPCRLF وبعديها محتاج كمان الجندر هذا الجندر MVBCRLF وفي الآخر family. هنا معناه إن هيتم بالفعل أول مبدأ شغله ماشي أيمن First. زي اي تاريخ ميلاد هنا هو ميل ونمبر اوف فاميلي فور ايه اللي حصل؟ اوتوماتيكلي هيقوم عارض لي داخل ليبل 5 الاسم وال VPCRLF تنقله للسطر الثاني يعرض لي تاريخي تاريخ الميلاد وفي السطر الثالث يعرض لي تو ليه عرض تو ما كتبش ميل؟ لان قلنا يا حبايبي ان البولن هتخزن لي قيمتين يا تو يا فولس واحنا عاملين الاف للراديو باتون انه لو علم على الميل تبقى تو لو علم على الفيميل تبقى فولس وكده احنا معلمين على ايه؟ على الميل اوتوماتيكلي تبقى تو لو حد علم على الفيميل تبقى فولس والنمبر اوف فاميلي 5 وبعد كده انا كبروجرامر بعرف من الكلاس كله او الاسماء كلها اللي موجوده في الشركه كم واحد ميل وكم واحد فيميل عن طريق الترو اور فولس. نرجع تاني وناخد اخر حاجه معانا نوتس هنا اهوت مهمه قوي لازم تاخد بالك منها الفاريبل ار سيبريتد فروم ايتش اذر باي اند دي مهمة. السيمبل اللي هو الاند ده هو مش الاند بتاعت الاكويشن ماشي دي خاصة بالconcentrations of the text. طب
طيب reserved word في بي سي ار ال اف، وده اللي انا عاوزك تركز عليه قوي لان هو ده اللي بيجي في الامتحان. اهو يبقى انا قلت له النيم وبعدين نيو لاين وحط لي البيرسنتج، نيو لاين وحط لي الجندر، نيو لاين وحط لي الفاميلي. وعشان كده اول ما جينا ننفذ البروجكت اللي موجود بتاعنا اوتوماتيكلي عرض لي الريزلت داخل ليبل 5 كلها تحت بعضها. نيجي للي بعده. ايه تاني؟ دي من الاسئله الجميله جدا. احيانا هو ليه انا لما جيت اكتب الكود هنا اهو، ركزوا معايا فيها لانها احد اسئله الامتحان، ليه كتبت كلمه مي؟ مي دي عائده على الفورم الحالي اللي هو فورم 1. يعني انا بقول له الفورم اللي انا فيه اللي جواه ليبل 5 التكست اللي جوه الليبل اعرضه لي لقيمه الفاريبل بتاعه النيم وقيمه الفاريبل بتاعه البيرث ديت وقيمه الفاريبل بتاعه الجندر وقيمه الفاريبل بتاعه الفاميلي. علشان كده المي اكسبريس ذا كارنت فورم او بصوره واضحه وسهله، اول ما يجي لك في الامتحان كلمه مي يبقى دي تعبر عن ذا كارنت فورم اللي انت فيه حاليا اللي انت واقف عليه. خلاص يبقى احنا هنا خلصنا الجزء الخاص بكتابة الكود بتاع الانترفيس بتاعتنا اللي بيعبر عن مرحلة الديكلير ومرحلة الاسايمنت، وهي دي اللي انا قصدي عليها. ركز معايا، كل الاكواد دي تهم ليه كل ده ديكلير؟ لان هو بيبدأ بايه؟ بدم. طب ليه كل اللي تحت ده assignment؟ لانه بيبدأ بايه؟ في جوائي يا جماعة equal فاكرين الequal assignment، كل ده assignment، كل ده assignment. ليه؟ لان في equal، في النص equal، بقول له ده equal ده، ده equal ده، ده equal ده، بنسميها assignment value to variables. اخر حاجة using variable، استخدم label 5 علشان اعرض فيه الكونتنت محتويات الفاريبل اللي هي موجوده في الذاكره عشان انت تشوفها قدامك. وبكده نكون وصلنا لنهايه الليسن بتاعنا بتاع سنه ثالثه اللي بعنوان